الشوط الرابع للإبكار، وانطلقت الشعارات في هذا الشوط لتعلن عن تواجدها. مشاهدين الأعزاء، والنغلة هنا، وأسير بحضراتكم للمقدمة في المركز الأول. مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات في المركز الأول، هنا الشاهينية عبد الهادي حمد بن عبد الهادي بين هلي المري، بينما نلقنا النقل إلى المركز الثاني. في المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء في المركز الثاني في هذه اللحظات، هنا في المركز الثاني في هذه اللحظات بنت الشقبة سالم بن راشدة بالأسود المرية. في المركز الثالث هنا جبارة سالم بن جبرانة المري. في المركز الرابع من تتسلل إلى المركز الثانية، هنا الظبية حمد بن حسين البريدي أو الضبية. ونعود للمقدمة، ونعود للمركز الأول، هنا الشاهينية حمد بن عبد الهادي بين هلي المري يقدم لنا الشاهينية في هذا الشوط. المركز الثاني هنا، في المركز الثاني الضبية حمد بن حسين البريدي وتسللت إلى المركز الأول. في المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء بنت الحنيشة جابر بن عبد الهادي البريدي. ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. في المركز الأول الضبية حمد بن حسين البريدي، وحمد بن حسين يقدم لنا الضبية. في المركز الثاني هنا أول نداء من الواصلة سعيد بن زايدة بن سعيد الخيارين. في المركز الثالث حمد بن علي بن قريع. في المركز الثالث في المركز الثالث شعار الكاموخة. ونعود للمقدمة، ونعود إلى الصدارة. هنا في المركز الأول بين قريع والكاموخة ظن محمد بن علي بين قريع المري، بينما النغلة إلى المركز الثانية بنت الحنيشة للكاموخة. يا السلام، يدفع لنا الكاموخة بنت الحنيشة. يا السلام، ولكن ظن هنا يا السلامة يا السلامة ظن محمد بن علي بين قريع المري، ولكن الكاموخة تسلل الكاموخة. يا السلام عليك الكاموخة، يا السلامة 300 متر أخيرة والتنافس هنا والمعركة الطاحنة. يا السلام الله الكاموخة الله، ولكن الغدوم من الشاهينية راشد بن حمد بن حلفان المري، ولكن الكاموخة يا السلامة مع ال 200 متر الأخيرة، ولكن ابن حلفان قادمة ابن حلفون. يا السلام مع الشاهينية راشد بن حمد بن حلفان المري. يا السلام، والتنافس والصراع والمعركة طاحنة. تسلل ابن حلفان، تسلل الشاهيني راشد بن حمد. تعانينا لميدان الجزيرة. يا السلام، وهذه لحظات وصول الشاهينية راشد بن حمد بن حلفان المري. في المركز الثاني هنا محمد بن علي بكاموخة. في المركز الثالث هنا ظن محمد بن علي القريع. تعانينا والناموس مشاهدين الأعزاء، 3 دقائق و8 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لإيمانكم ضمر الشاهينية راشد بن حمد بن حلفان المري. في المركز الثاني تهانينا والناموس في المركز الثاني هنا محمد بن علي الكاموخة مع بنت الحنيشة. 3 دقائق 9 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لإيمانكم ضمر بنت الحنيش. في المركز الثالث هنا ظن محمد بن علي بن قريع. 3 دقائق و9 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين بالثلاث المراكز الأولى، ونتمنى